عندي شوية أخبار من الحلوة اللي بتزعل الناس. يعني في ناس النهاردة لما تيجي تقول لهم أنا متفائل في خبر كذا يقول لك لا بس ده شوية كده وهتتنيل بعد كده. تيجي تقول له الدولار بدأ ينزل، لا أصل الأجازة الصينية والأجازة الهندية، لكن ده احنا هنشوف أيام سودة. في ناس بدأت بتعشق الكآبة، بتدور على النكد. لما تيجي تقول لهم في أمل يبص لك بغيظ كده، الحقوا ده متفائل، ابعدوا عنه يا ساتر يا رب. النهاردة بقى بالأوراق وبالمستندات، وكالة بلومبرج العالمية قالت على الاقتصاد المصري انه بيشهد تحسن ملحوظ.